بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم الأربعاء الموافق 18/8 سنة 21 تم تحميل 18 طن من لحوم صكوك الأضاحي موزعة على المديريات الآتية: المنيا 4 طن، أسيوط 4 طن، الشرقية 3 طن، كفر الشيخ 4 طن، الغربية 3 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء المديريات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السائق محمود زكي إسماعيل. النهارده 18/8 الأربعاء محمل 4 طن المنيا